خلال هذا الشهر. الولادنا وطلاب الثانويه العامه من حقهم ان يفطروا، اذا ترتب على ذلك مشكله بالنسبه لهم وضعف تركيز بالنسبه لهم في الامتحان وما يقدوش يعدوا الامتحان، ما فيش حرج في هذه المساله، يمكنهم الفطره ولا حرج عليهم ويؤدون ذلك هذه الايام في ايام اخرى ولا حرج عليهم ان شاء الله بعد انتهاء الامتحانات يمكنهم ان يصوموا لله سبحانه وتعالى. لكن برضو الذي يفتي بذلك لا انا ولا حضرتك، الذي يفتي بذلك هو الطبيب الدكتور، يقول الولد ده ظروفه صعبة وعنده أنيميا وعنده كذا، ده ما يصومش، ده صحته كويسة ممكن يصوم، ده يتحمل ده لا يتحمل. فالذي يفتي في هذه المسألة هو الطبيب، وربنا سبحانه وتعالى حسم هذه المسألة وقال لنا وأن تصوموا خير لكم. اللي بياخد أنسولين في رمضان ده مفطر، أو اللي بيحط مثلا قطرة في عينيه أو كده؟ لا لكن... يعني لا طبعا ما القطره لا تفسر سيدي. القطره الاصليه ليست طعاما وليست شرابا، ده علاج. بالعكس انت لو ما حطيتش قطره في عينيك وعينيك وجعك ده انت اثم لانك ما بتحافظش على صحتك. الانسولين برضو اللي عايز يفتي ذلك هو الطبيب. انا ممكن اخد انسولين، ممكن اخد قطره في عينيا او قطره في مناخيري، يعني مفيش اصلا ليس طعاما. خد اي قطره لا حتى لا تفطر اطلاق، لا تفطر، لا تفطر اطلاق. اي قطره تفطر اطلاق. لكن انا لو عيان او باخد انسولين، الانسولين ده ممكن تاخده، ممكن لو لازم تاكل بعد منه مباشره او تشرب، لكن لو ما كانتش شربت هيحصل لك مشكله. فالذي يفتينا في هذه المساله هو الطبيب. طبيب. اذا الطبيب قال ان ده خطر عليك يبقى خلاص ما تاخدهاش، اذا قال لك ممكن تاخده وتقدر تصوم مفيش مشكله في هذه المساله. فالذي يفتي في كل هذه المساله هو الطبيب. ومرضى السكر لو تعبان قوي ومش قادر يصوم يجب عليه أن يفطر، ويبقى في هذه الحالة عليه أن يخرج طبعا كفارة كل يوم أو يخرج فدية طاعة لله سبحانه وتعالى. القطرة اللي بياخدها في الأنف بتنزل للبلعوم، فديت يعني دي تعتبرها يعني مسألة القطرة اللي هي في الأنف اللي تصل للحلقوم، هذا أنا أقول لك بصراحة هذا ليس طعاما، ده مش طعام ولا شراب. ربما كان هذا علاجا، والأولى والأفضل أن يؤجل هذا إلى ما بعد المغرب. نعم أفضل، الأفضل يعني والأولى. هنا الأولى إذا واحد بقى عيان ومستشفى وخد حاجة وجات كده غصب عنه لا يكلف الله نفسه.